هلو هلو بعينك، شنو داخل المول؟ شعدكم هنا؟ والله جاي ابدل دين للسياره. خرب يومك بيبي، ايش قد حشاش. اغشيش لحد. بيبي ايش قد حشاش. شعدكم يعني اثنيناتنا كاشخين، واني حاطه طن مكياج جاي من المحكمه. شو نسوي يعني؟ غير نتزوج؟ انا ادري. ها تتزوجون؟ تعالوا وراي. شو واحدكم جايين؟ استاذ انت زوجنا وان شاء الله السنه تجي نجيب بنا ونجي عليه. بيبي دمك خفيف كلش عطش. عيوني بعد تعشيشه وحده راح تطلع راسك كافي. عيب. قل لي وين الشهود؟ استاذ هسه خابرهم على الواتساب ونفتح مكالمه جماعيه وان شاء الله. لا لقيت لك طريقة، ليش ما ندزهم على الجيم؟ يلا احسن ادز لك العقد. لو نزل ستوري. والله كيفك يا استاذ. شوف ابني، احنا حدثنا آلية الزواج. وهي؟ راح تشوفونها وانتم تقررون تتزوجون او لا. اسمها عش الزوجية، وموافقين؟ موافقين. خلنا نتوكل. لا بروح امك عالجني، انا عراقي. ايش انت ولد؟ يبدو الامر غريبا على المسامع والاذهان. يعني او مثل ما ودي بيضا عيونك عم يسوي. شخص يهدم جدار مستقبله العائلي لانها لا تجد عمل بيض عيون، ويجعل امرأته ضمن قائمة المطلقات. ايش؟ ايش؟ زواج صغار السن جريمة يتحملها الآباء، هدموا براءة أبنائهم.